خليني اروح لواحد من نجوم النادي الاهلي السابقين اللي اكيد من خلال مشاهدته لمباراه الامس كان حزين على اكيد ضياع الفرص الكتيره من خلال طبعا هذا اللقاء. كابتن احمد ابو مسلم، برحب بحضرتك كابتن احمد. حبيبي يا روح، ازيك يا روح؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي. مبروك الاول طبعا وجودك في الجهاز الفني الخاص بفريق بتروجيت مع كابتن ربيع ياسين. يا كابتن حبيبي يا فاروق، الله يبارك فيك، والحمد لله طبعا، ونتمنى ان شاء الله نرجع. يعني انا مبسوط طبعا، ومبسوط جدا ان شغال مع كابتن ربيع، يعني مثل الاعلى، ويعني من الناس اللي انا بحبها جدا كابتن ربيع ياسين، وبستفاد منها طبعا اكيد. والحاجه الثانيه ان شاء الله نتمنى ان شاء الله النادي بتروجيت يعني مكانه الطبيعي، ان شاء الله نرجع تاني في الدوري الممتاز طبعا. ان شاء الله كابتن احمد، يعني مباراه الامس كابتن احمد، يعني بعد التعادل اكيد جماهير النادي الاهلي وكل من ينتمي للنادي الاهلي كان حزين، والحزن ان انت كان عندك القدره انك تفوز بعدد وافر من الاهداف، لكن طبعا ده ما حصلش من خلال التعادل يا كابتن. والله فاروق، امبارح الماتش امبارح يعني هي في حاله عامه، النادي لعيبه النادي الاهلي حتى مش فايقه، يعني زي امبارح ما كنا بنتكلم. تاني حاجه، في ضياع، كميه ضياع فرص سهله امبارح بشكل كبير جدا، كنت ممكن تخلص الماتش من اول نص ساعه من الشوط الاولاني، تقدر تخلص تجيب واحد واثنين ثلاثه واربعه. طبيعي الخصم لما يلاقيك قدامك الدنيا بتسهل له شويه، والريتم ماشي 0-0، فده طبيعي ان هو بياخد الثقه وبيبتدي يجري معاك نفس الهجمات. وهو طلع امبارح، شفنا امبارح في وقت من الفترات لما اليو ديانجا الراجل ابتدى يسحبه، ابتدى هو يروح على لما جاب حتى ضربه الجزاء الوهميه اللي احنا شفناها. يعني دي صعبه جدا. احنا نطالب برضه بره دوري المجموعات، لازم يا جماعه يكون في فار، يعني ما ينفعش امبارح مجهود فرقه والناس فرقه بتقارن، يعني فرقه نادي قارن في افريقيا، ما ينفعش بضربه الجزاء امبارح، يعني دي مستحيله، يعني حتى يعني صعب جدا، ما فيش حد يشوفها تتحسب كده. يعني احنا بنتكلم لو في فار كانت الدنيا اختلفت تماما. طبعا اكيد الوضع الفار في الكوره دي بالذات كان مش هيحسبها، لان واضح جدا عدم تلامس عمرو السوليه مع اللعيب، يعني ده باين خالص. بس انا بنتكلم برضه كفاروق، اللي النادي الاهلي، احنا لعيبه النادي الاهلي هم يعني اللي وصلوا الموضوع لكده، كنا ممكن نخلص بشكل كبير جدا الفرص السهله. عندنا لوغاريتم احنا مش فاهمين لحد دلوقتي، موسيماني احنا راس حربة الاساسي مين؟ راس حربة الاساسي مين؟ احنا مره اتفاجئنا ووتر بواليا، وانا قلت مره معاك قبل كده ما كنت موجود، ووتر بواليا الدفع بيه في وقت كان اول ما بدا بيه الدخول بتاعه كان غلط. ووتر بواليا كان لازم ياخد على اجزاء، عشان الراجل جاي من نادي الجونه عليه ضغوط جماهيريه كبيره، جاي النادي الاهلي، فالموضوع عايز يثبت للناس كلها ان هو صفقه كويسه وبجيب اهداف، فالموضوع ده كله خليه عامله شط اعصاب، فخلى اللعيب مش مركز بشكل كبير، عليه ضغوطات بشكل كبير جدا. والحاجه الثانيه، طب انا اسالك سؤال يا كابتن ابو مسلم، هل اللعيب الافريقي اما ينتقل من نادي داخل مصر لنادي كبير بيبقى عليه ضغط برضه، ولا الامور بالنسبه للافارقه ما تبقاش كده؟ يعني انا دايما كنا بنشوف افارقه هم مش مضغوطين، هم راجل بياخد فلوس وعايز ينزل يلعب عشان الفلوس دي كمحترف. انا يعني مش معاك في حته الضغوط على فاروق. خلي بالك، هو اللعيب لا تعرفي، هو انت خلي بالك هناك في بلده بيقول ان هو لا راح النادي الاهلي، انتقل للنادي الاهلي عايز يخش منتخب بلده وعايز يسمع مع النادي الاهلي. انت خلي بالك احنا هنا مش شايفين الاجواء اللي عنده هناك. فهو اللعيب بيبص كده. انا دلوقتي انا كنت في نادي صغير، وكنت جاي في نادي مثلا نادي الجونه، نادي وسط الجدول، نادي بيبقى فني بشكل مش النادي الاهلي. فلما اجي النادي الاهلي ده كيان كبير، نمره واحد في افريقيا، فعشان كده انا عايز اموت نفسي عشان اخش منتخب بلدي. ماشي، موت نفسه كل حاجه في وقت معين. هو ما هو يموت نفسه، لكن في وقت يا كابتن احمد وانت كلاعب وكان بيلعب جنبك فراوده كتير، عمليه التركيز على المرمى يعني دي مهمه جدا، ومش محتاجه يعني فكره الضغوط. انا بشوف اي حد، اي لعيب كوره عنده ضغوط يا كابتن، انا اي لعيب كوره، لكن تكسب لي الفرقه هي دي النقطه. ما يعني انا بكلمك، احنا بنتكلم في نقطه برضك يا فاروق. خلي بالك انا مثلا زي ما قلت لك، الدفع من اول الوتر بقول من اول كان مش صح. توقيته انا كنت الفتره دي انا خسرت محمد شريف. محمد شريف كان فادئ بفورمه عاليه جدا وكان ماشي بمستوى هايل، جيت في فتره دخلت وتر بواليا لغيت شريف. امبارح حتى شريف لما جات له الكوره اللي هي جت لمست يد ايده، لو شريف في الحاله العاديه بياخدها ويروح على الجول، استلامها مظبوط. انت فاهم الموضوع ازاي؟ فهي الوقت التايم اللي انا اقدر ادخل استفاد النهارده. يعني مثلا كنا بنتكلم في كاس العالم للانديه، كان في وقت احنا محتاجين محمد شريف عنده السرعات والاسبرنتات يقدر يعمل لك شغل، نلاقيه مثلا راح منزل مروان. فاحنا لازم نتكلم، لازم الحته احنا النادي الاهلي عنده الخط الدفاعي متماسك، عارفين لو طلع ايمن عاصف، ياسر ابراهيم، سعد ممكن يخش، فناحيه اليمين هاني، ناحيه الشمال موجود علي معلول او محمود وحيد، نص ملعب ديانج والسوليه وحمدي فتحي. النقطه كلها اللوغاريتم الوحيد راس حربه، وانت لازم يكون راس حربه
يقدر يترجم لك الموضوع ده كله. لازم اثبت على حد عشان اقدر اديله الثقه، ويقدر الراجل يشتغل من غير العصبيه ومن غير ده. ما احنا شايفين امبارح مروان برضه جات له هدف كويس. الماتش الجاي احنا ممكن ما نلاقيش الاثنين بيلعبوا ولا محمد شريف الجلع. طب انت يا كابتن ابو مسلم، بعد مباراه زي كده اما تيجي تلعب المباراه القادمه، هو طبعا مباراه قادمه امام الاسماعيلي يوم الاربعاء ان شاء الله، تلعب بمين؟ راس حربه او الجزء الامامي؟ خلي بالك حسين الشحات مثلا خرج، يعني احنا بنتكلم حسين الشحات خرج في الدقيقه 55 ونزل طاهر محمد طاهر، وعنده نازل برد على فكره، حسين الشحات ما اتمرنش النهارده، فبالتالي ممكن ما يلعبش الماتش الجاي، فبالتالي عندك مكانين دلوقتي، مكان راس حربه ومكان حسين الشحات، تلعب مين في هذه الجزئيه يا كابتن احمد؟ لا انا شايف طاهر محمد طاهر لازم يشتغل الفتره دي كمان. احنا بنتكلم على حسين شحات من ساعه كاس العالم للانديه برضك مش نفس المستوى، اللي بدا بيه، فطبيعي اللي هو في دروب عنده يعني يشوف حد تاني كريش زي ما كنا بنتكلم. طاهر عنده نفس الكلام، عنده السرعات وعنده القوه وعنده المساحه، بس عايز ياخد يشتغل كمان اكتر من كده، عشان طاهر ما جابش 70% او 60% الفورم بتاعت المواويل العرب بضغط الاصابات اللي كانت عنده الفتره اللي فاتت. شايف طاهر ممكن يشتغل فيها، وشايف الحته اللي قدامه راس حربه هو في حلين، انا شايف موسيماني في حلين، يبدا بمحمد شريف وبعد كده يشتغل لو الدنيا مشيت كويس، يعني لو عايز يغير ممكن يدي مروان محسن. لو بدا بمروان محسن هيبقى برضه الموضوع مختلف بالنسبه له. فلازم انا وجهه نظري وتبعد كده، والتر بواليا خالص كده يا كابتن؟ مش هيبقى ويتر ولا هو موجود، بس هيديله على جزء معين فاروق يرجع له الثقه تانيه يا فاروق. ما ينفعش انا الراجل دلوقتي فاقد الثقه، لازم اصل هي شقين يا كابتن، لو قعدته ممكن يبعده، يعني الحاله النفسيه بتاعته تختلف تماما طب ويبعد، كويس الا قوي. لو هو دماغه طبعا كمحترف ان انا اقعد على الدكه ما عنديش مشكله وهنزل كويس العب فاروق، طب كويس. ما انا ممكن دلوقتي خلي بالك ممكن انزله الموضوع ما بيبقاش موفق، يبقى انا كده موت خالص. انت فاهم ازاي؟ تمام. انا كان ناحيه السيفتي الامان عندي الاول، اللي انا الراجل اشوف الماتش مش فتح ماتش الاسماعيلي او اي ماتش تاني الدنيا مفتوحه، اقدر انزله يجيب هدف يجيب التاني، يبقى الراجل راجع تاني وصل المعنويه بتاعته، الحاله المعنويه بتاعته بتوصل ل 80 90%. انت فاهم ازاي؟ فهي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. طيب احراز المروان وشريف امبارح الاهداف يا كابتن، هل دي ترجع لهم الثقه بنفسهم ان هم يبقوا قادرين على اللعب بقى بدون ضغوط اللي انت بتتكلم عليه؟ انا يعني الهدف ده اكيد طبعا بيريح نفسيه اللاعب او الفيرود بالذات، اللعب بدون ضغوط زي ما انت بتتكلم بقى، يقدروا هم الاثنين يشتغلوا وبالتالي يقدروا يهدفوا من خلال الفتره اللي جايه ويبقوا ستاندنج في طبعا الفريق؟ طبعا المفروض يعني الاهداف ديت يعني بتخلي اللعيب اللي حتى لو كان جاي من بعيد جدا بيرجع ويبقى عنده حماس عايز يجيب تاني. بس احنا بنتكلم في نقطه مهمه جدا، احنا عايزين نعرف مين اللي هيلعب الماتش الجاي. يعني انت لازم برضك، كنا بنلعب زمان كنا عارفين، لما انت كنت موجود عماد متعب موجود وسامي حسني موجود احمد بلال موجود، فكنت عارف فاروق مين رقم واحد مين رقم اثنين مين رقم ثلاثه. فعشان كده حتى لما تبقى انت قاعد وبتنزل انت عارف ان انا هنزل اكسر الدنيا عشان الماتش اللي جاي اخد واركب تاني. انت فاهم الموضوع ازاي؟ اما احنا دلوقتي احنا مش عارفين مين راس حربه الاساسي، يعني صحيح. في عز الفترات يعني احنا امبارح لو احنا راس حربه موجود اساسي اللي هو يعني في الشوط الاولاني يعني ويتر بولا مش موفق، كنت لازم العب باثنين راس حربه، ما انا العب راس حربه واحد. شايفين حسين الشحات امبارح المستوى بتاعه مش امبارح مش موفق، اطلع حسين الشحات والعب باثنين راس حربه، نزل ظهر محمد طاهر واطلع، لازم اشتغل باثنين راس حربه على فرقه زي كده فاروق.